السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في العروض والتخفيضات المميزة لللانجري والهوم وير عموما والملابس الداخلية والكرسيهات. يا جماعة في مكان مميز وحلو جدا لأول مرة بنتكلم عنه. احنا موجودين على فكرة في ستور اسمه موسكي. ستور موسكي هو للبيع الجملة والقطاعي، هو بيبيع جملة في العموم وبيشحن لأي مكان وأي محافظة، بس القطاعي بيبيع في قلب الستور ما عندهوش شحن. الاسعار بتاعته ده عامل سيل وتخفيضات حلوه جدا، هتشوفوها معانا دلوقتي بالتفصيل. واخدنا كمان عرض مميز جدا للمتابعين فقط، فتابعونا لاخر الفيديو وشوفوا بالظبط العنوان فين عشان تعرفوا توصلوا. زي ما عودناكم كل مره بنصور العنوان في بدايه الفيديو عشان تعرفوا توصلوا بالسلامه ويبقى سهل عليكم ان شاء الله. المكان فيه كل حاجه، السايز لحد المقاسات الخاصه كمان متوفره معانا في اللانجري. الاسعار جمله هتعجبكم جدا وفعلا هتحبوا المكان. فيلا بينا نبدا ونسمي الله، ومتنسوش اللايك اهم حاجه والشير الكتير عشان الفيديو يترشح لاكتر عدد من الناس وكله يستفيد وكل العرايس تستفيد، وان شاء الله تكونوا من الفايزين معانا هناك وتفوزوا بالجوائز والعروض والخصومات. احنا موجودين في القاهره في شارع جسر السويس امام محطه مترو الألف مسكن في 128، هو رقم العمارة 128 أمام محطة مترو الألف مسكن عند ميدان الألف مسكن تحديدا، أمام محمصات اسفنكس زي ما انتوا شفتوا والتبعي ومطعم التبعي اهو. زي ما انتوا شايفين اخدت لكم يعني شط من فوق ومن تحت شكل العمارة اهو، وشكل كمان موسكي ستور بالظبط اهو من المدخل. جبت لكم المدخل من اوله، هنطلع بس دور واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بيشوف معايا الفيديو دلوقتي. ومعاكم نور صاحبه قناه فيها حاجه حلوه مع نور على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى انستجرام. اللي مش متابعنا بقى يتابع اكونتاتنا، هتلاقوها في صندوق الوصف في الكومنت المثبت. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا موجودين في ستور حلو جدا اسمه موسكي ستور. موسكي ستور لللانجري يا جماعه والملابس الهوم وير والدفني الحريمي وحتى البيج سايز. عايز اقول لكم اللي هو عامل عروض وتخفيضات تحفه جدا جدا، بيبيع فعلا حاليا بسعر الجمله، وكمان زائد كده الناس اللي هتيجي من طرفي على الكاشير على الفاتوره از اتوتال الفاتوره بتاعتها هيبقى ليها ديسكاونت، وكمان الديسكاونت اصلا في ديسكاونت على كل قطعه في المحل هتاخدها في اللانجري. وفي كمان العروض هنقول عليها دلوقتي واحنا بنتفرج معاكم، بس قبل اي حاجه هقول العنوان تاني بالتفصيل وتفاصيل المكان. احنا موجودين في القاهره في ميدان الالف مسكن في 128 العماره يعني رقم 128 الدور الاول امام محمصات اسفنكس والتبعي، دي حاجه مشهوره جدا. واقرب حاجه هو محطه مترو الالف مسكن، انت اول ما تطلعوا اصلا من المترو هتلاقوا زي ما انا صورت بالظبط في الشرح، هتلاقوه في وشكم على طول في الدور الاول. مواعيدهم كل يوم ما بيقفلوش، ما عندهمش ولا يوم اجازه، من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 12 الظهر لحد الساعه 12 مساء. تمام. بالنسبه للجمله هم اصلا جمله، يعني هم اساسا جمله على فكره، بيشحنوا المحافظات ما فيش اي مشكله، بس للجمله لكن مش للقطاعي، القطاعي في قلب الستور بس. ويلا بينا نبدا مع استاذه هنا المسؤوله عن المبيعات هنا معانا في اللانجري وفي الات هوم، يعني كل المكان كله. هي دي اللي هتيجي ان شاء الله باذن الله تلاقوها، وهي اللي هتبدا معانا الرحله بتاعتنا في موسكي ستور. يلا بينا احنا دلوقتي هنبدا طبعا كل عروض، طبعا كل اللي بنتكلم فيه دلوقتي عروض. استاذه هلا هتطلع لنا يعني قطع قطعة كده نتكلم عليها بالمقاسات بتاعتها باسعارها. اتفضلي يا استاذه هاني. دي بجامة ثلاث قطع. تمام. دي بجامة ثلاث قطع نوريها الاول. بصوا دي شكلها المفروض في الموديل، ده شكل القطع بتاعتها. هنشوف دلوقتي استاذه هاله هي هتقول لنا ايه. بصوا التيشيرت يا جماعه، تيشيرت البيجامة بصوا عامل كده، ده البيج سايز يا استاذه هاله. التيشيرت اوفر سايز، اوفر سايز البنطلون والشورت وان سايز، والبنطلون والشورت اوفر سايز. لبس معاكي من 55 كيلو ل 75، من 55 ل 75 تمام. حلو جدا، شايفين شكل البيجامه عامله ازاي، خامتها ناعمه وجميله جدا، والبنطلون برضو عامل ازاي، واسع وحلو قوي. دي سعرها كام؟ دي كانت ب 190 بعد السيل ب 170. بعد السيل يا جماعه، بعد اي حد هيجي ياخد هيبقى اي قطعه عليها من السيل او من اللي احنا بنعرضه عموما او الكوليكشن اللي موجود في المحل هيبقى عليه خصم 20 جنيه، يعني اي قطعه هنطلعها دلوقتي عليها خصم 20 جنيه من ثمنها الاساسي، بس ده للمتابعين فقط، ده للمتابعين قناه فيها حاجه حلوه مع نور، فانتوا لازم تقولوا اللي انتوا من طرفي عشان ان شاء الله تاخدوا الخصم. تمام؟ تمام. ده شايفين السلوبيته الحلوه دي ان شاء الله تكون ظاهره ايه في التصوير، هنوريكم دلوقتي تفاصيلها على الطبيعه. اتفضلي يا استاذه هالة. ده شكل السلوبيت، القماشه بتاعتها ناعمه وطريه جدا. لكرة. لكرة. السلام عليكم. دي ب 100 جنيه بس صح؟ ب 100 بدل 120. تمام. تمام. ب 100 جنيه بدل 120 جنيه.
الالوان بتاعتها المتاحه دي نفس اللون بس في شكل ثاني منها. نفس اللون بس في شكل ثاني منها اسود. تمام اسود منها يا جماعه نفس الشكل بس ب 100 جنيه برده ده سعرها بعد الخط. تمام ماشي هتورينا ايه ثاني يا استاذه هاله؟ ابقوا معنا عشان احنا لسه في كتير. دي بيج سايز ده كاش بيج سايز يا جماعه عشان عارفه في ناس كتير بتهتم بالبيج سايز. ده شكل الكاش في صوره الموديل هوريها لكم دلوقتي على الطبيعه. اتفضلي ده شكل الكاش اهو بصوا ما شاء الله كبير جدا وطويل وحلو يعني. ده عامل كام يا استاذه؟ ده ب 150. ده ب 150 جنيه يا جماعه ده سعره بعد الخصم 150 جنيه. انت قلت حلو انه ثلاث الوان. الثلاث الوان بتاعته اهي الكحلي والاسود والاحمر. تمام ماشي ايه تاني يا استاذه هاله؟ يعني عندهم ما شاء الله احلى حاجه هنا في المكان اللي هم عندهم بيج سايز لحد 3 4 5 دي احلى حاجه الصراحه عشان في ناس كتير بتدور على ده. بصوا بيجامه زي كده برضو بيج سايز. اي بيجامه شكلها 150. اي بيجامه دلوقتي بصوا ما شاء الله الله اكبر تحفه تحفه. اي بيجامه بيج سايز دلوقتي 150 جنيه من بعد 170 جنيه. تمام دي شكل البيجامه برضو الناس اللي بتسال على السايز من 75 ل 100. من 75 ل 100 للناس اللي بتسال على السايز بتاع ال ده. بصوا من تحت حلوه جدا شكل الكلر بتاعها وموديلات كتير طبعا. في طبعا اشكال جديد احنا طبعا بنوري لكم عينات لكن مش ده كل الشغل او ده نفس الستايلات اللي موجوده في المحل. لا طبعا احنا بس بنفرجكم عينات اللي موجوده عشان خاطر لما تيجوا تبقوا عارفين انتوا هتشوفوا ايه. بصوا حاجه زي كده مثلا ده بيج سايز برده شكلها عامل زي كده في الموديل بس انا هوريها لكم على الطبيعه عامله ازاي. اتفضلوا بصوا بصوا البنطلون ما شاء الله يعني حاجه كده 110 كيلو شايفين التيشيرت بتاعها اهو مش على الكاميرا الشكل كده الشكل كله على بعضه اهو يا جماعه نفس اللي في الصوره بالظبط. تمام الصوره زي الطبيعه بالظبط 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 مفيش اختلاف اصلا. نوريكم حاجه زي كده برضو احنا مش ورينها لهم صح. حاجه زي كده برضو بيجامه برضو بيج سايز دي سعرها 150 اي بيجامه بيج سايز 150 اي بيجامه بيج سايز يا جماعه ثبتوا بقى السعر 150 ده بعد الفصل ده بعد الفصل. في حاجات اقل من كده في حاجات عامله 100 جنيه هنا برضو في حاجات عامله 85 جنيه هنتكلم عليها. بصوا بقى اتفضلوا انا حطيت التيشيرت عليا اهو الخامه بتتكلم عن نفسها. شفتوا يعني تحفه تحفه بجد شايفين الجمال. ده كده الكوليكشن اللي هو بيج سايز وبيج سايز برضه في حاجات كتير برضه ممكن تبقى. بصي احنا هنوريكم شويه بصوا كل الكوليكشن ده زي ما انتم شايفين ما شاء الله طبعا كوليكشن كبير جدا. فاحنا دلوقتي هنروح الناحيه الثانيه وهفرجكم برضه على المكان كله بالتفصيل يعني هحاول ان انا اختصر على قد ما اقدر لان الله اكبر ما شاء الله الستور كبير فاحنا بنحاول نختصر لكم يعني الايتيمز اللي موجوده يعني. اتفضلي دي بقى اي بيجامه 140 اي بيجامه 140 فرنج من 140 ل 150 140 150 تمام. تمام اشكال كتير والوان كتير ماشي ناخد اي حاجه كده منهم حاجه زي كده مثلا شايفين اتفضلوا هنا من 140 ل 150 هنا والكشاف 110 والكشاف 110 يا جماعه. تمام بصوا في حاجه زي كده دي عرايسي قوي يعني جدا اي عروسه بتدور على حاجه البنطلون عامل ازاي؟ تحفه بيجامه تحفه بجد بتتكلم عن نفسها. هي بيجامه كروم يعني استايلها من فوق كروم حلوه جدا. الوان الالوان بتاعتها بقى بصوا الالوان بتاعتها البيبي بلو والبينك والبينك واللون الموف والموف الفاتح والسيمون والسيمون وشايفين ده برده 110 ده كاش ده كاش طويل ده كاش طويل ده اللون الرمادي بتاعه هنوريهم لكم دلوقتي على الطبيعه. عوامل بقى عادي يعني ما شاء الله. شايفين قد ايه؟ كل ده كاش يا جماعه، كل ده كاش ليكي وللعيله، ده ضمان مدى الحياه. بصوا 110 وقماشته ناعمه وجميله وتقفلته تحفه تحفه. ده موجود منه السيمون والرمادي. السيمون والرمادي. تمام ماشي. ده دريس. بصوا حاجه زي كده، حاجه دلع كده بقى بنويتي. او الستات اللي بتحب تدلع نفسها في البيت حاجه كده تحفه تحفه. بصوا دريس ساحل شمالي يا جماعه ده شغل الساحل الشمالي شايفين شايفين الدريس شايفين التقفيل عامل ازاي تحفه تحفه بجد. على فكره ده يلبس لحد كام يا استاذه هاني؟ 75 75 ده سعره كام؟
ده برضو 110. ده 110. دي بيجامة هنا ثلاث قطع زي ما انتم شايفين اهي على الموديل. تمام اتفضلي. الجاكيت بتاعها مفروض او ده كوب ده الروب. اه بصوا الروب بتاعها عامل ازاي، شايفين الدنتيل اللي هنا اللي على الكم حلو قوي. ده الكم وده البادي بتاعها اللي من فوق. تمام المفروض ان ده البنطلون وده البنطلون. ثلاث قطع دي عامله كام؟ دي عامله 140. دي 140. دي عامله 140 جنيه. بصوا زي ما انتم شايفين ثلاث قطع ب 140 جنيه. دي تلبس لحد كام؟ خلينا برده في السايز لحد 75 80. لحد 75 80 تمام. ورينا كده 110. ده ب 110 تمام. ومشطو تيشرت ناعمه وحلوه جدا، عايزه اقول لكم بجد تحفه. ده البنطلون برده بتاعه حلوه جدا جدا، ناعمه والبنطلون حلو قوي. احلى حاجه الاستك العريض ده عشان ما يضايقكيش في النوم. او بكام؟ بكام؟ 110. ب 110 يا جماعه. والسايز زي ما احنا قلنا خلاص، هي قالت من 65 ل 75 لحد من 55 لحد 75 تمام. سيره ايه الموديل عشان تشوفوا على الطبيعه. اتفضلي. ده البنطلون، ده شكل البنطلون اهو على الطبيعه تمام. اهي يا جماعه 140. ب 140 سعره برده 140 جنيه. وده البيجامه كامله. يا سلام مش هتشتري حاجه زي كده او مش بروبي. تمام. ده القميص من الروب بتاعه على فكره ليه كذا لون، يعني ليه تقريبا اربع الوان منه او ثلاث الوان. هنوريهم لكم دلوقتي الالوان بتاعته بالتفصيل. في حاجه زي الماتيريال قطن ليكرا. الماتيريال بتاعت القميص قطن ليكرا بالروب بتاعه عشان الناس اللي هتسالني في الماتيريال. يعني وده اللون بتاعه. اه بصوا الشكل كله على بعضه اهو. وده الروب فيه دانتيلي من هنا برده، والروب قصير مش طويل. الروب قصير من تحت مش طويل، يعني لحد الركبة الطول بتاعه. الالوان بتاعته ايه يا استاذة هلا؟ في منه الكحلي، ده الكحلي بتاعه، وفي منه الاحمر. تمام الكحلي والاحمر منه، شايفين الوانه حلوة جدا جدا. بصوا ده الهوت شورت عامل كده بالظبط في الصورة، هنشوفه على الطبيعة دلوقتي. ده الهوت شورت. بصوا بصوا حاجه كده قمر، شايفين القمر حاجه كده تجوع. ده بعمل كام؟ البوت شورت من 85 ل 95 الرينج بتاعه، من 85 ل 95 الهوت شورت كله. أيوة حلو شورت اي هوت شورت بجميع اشكاله. تمام كده اه تمام ماشي. الصوره اهي واضحه قريبه. ده شكل الصورة، هوريكم الطبيعة بتاعتها. اهو يا جماعة ده شكل الطبيعة اهو بالظبط زي ما احنا قلنا. تمام وده البادي بتاعه اهو كله على بعض صح كده، ما كذبناش احنا ما كذبناش احنا. البنطلون بقى 120 125 130 في الرينج ده. بنطلون بس الواحد اي بيجامة بنطلون ب 100 وكم؟ من 120 لحد 130. من 120 لحد 130 تمام اهو من اه جدا. بصوا في بيجامه زي كده يا جماعه حلوه جدا، دي عامله 100 جنيه ما شاء الله. وريني اه بيجامه زي كده عامله 100 جنيه حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان هي قماشتها قطن، انا كنت لسه مصوراها امبارح في البث على الفيسبوك عشان كده عارفه القماشه بتاعتها. بصوا قطن تحفه، الفينش بتاعها جامد جامد جامد. وبصوا البنطلون عامل ازاي والبازي بتاعه. بصوا بصوا كله على بعض ده. ده البازي بتاعها اهو كلها على بعضها، البنطلون والبازي اهو على الطبيعه تمام. والجده الوش بتاعها دانتيل سبعه من هنا والظهر سبعه من ورا، بس هو ممكن ما يظهرش قوي عشان مش ملبوس، بس الظهر اهو يعني الظهر عامل كده سبعه زي كده بالظبط. شفتوا عامل ازاي؟ عامل 100 جنيه بس. بتاعها من كام لكام؟ لحد 60 65. ده لحد 60 65 حاجه زي كده. مروان اه 95. ده ب 95 بصوا
حاجه كده قمر ب95 تسعة للحوامل للبيك سايز. خامته برده طريه جدا، خامته طريه وناعمه قوي. ده عامل كام؟ 95 ب95 ويلبس وزن مثلا لحد 85 ولا حاجه. بصوا لان هو ما شاء الله يعني يلبس اوفر سايز، يلبس يعني يلبس حلو قوي وعلى المرتاح كمان. القميص ده 120. العروسه لازم تجيب حاجات بالرواب يا جماعه، دي حاجه اساسيه يعني لازم الحاجه اللي بالرواب دي لازم تبقى موجوده معاها عشان دي مهمه جدا في الجهاز بتاعها. يعني ده الروب اهو شكله، ده الدانتيل اهو، وده قط، وده دانتيل كمان القميص من تحت. شايفين عامل ازاي؟ حلو جدا يعني. بصوا كله على بعضه اهو. ايوه استاذه هلا هي اللي بتعلمني على فكره، بتقولي احنا المفروض نمسكها كده. شايفين 120 جنيه بس. اه ب 120 جنيه بس يا جماعه، 120 جنيه بلاش يعني. احنا كل الاسعار اللي بنقولها دي بعد الخصم. اه طبعا العرايس فرصه، فرصه الحقيقه بنفاذ الكميه لان العرض سري حتى نفاذ الكميه. الكاميرا سريعا الاشكال اللي موجوده طبعا هي الله اكبر، هو في سحب يعني عالي قوي، يعني عايزه اقول لكم ان في سحب عالي قوي في المكان. فهنحاول دلوقتي هنشوف كمان معانا الكرسيهات واللانجي، يعني في كمان مايوهات برده عليها كان برده ديسكاونت، حاجات زي كده. في بديهات عندهم برده دلوقتي. تمام يلا دلوقتي هندخل بقى على اللانجري. يلا هندخل على اللانجري مع بعض. دلوقتي احنا في اللانجري، هي استاذه هلا هتفرجنا على كام قطعه كده في اللانجري عشان ما شاء الله العدد كبير جدا. ففرجيني يا استاذه هلا، قولي لنا الاسعار عندك في اللانجري بتبتدي من كام لكام؟ من 100 الستان بالذات من 100 لحد 350، بس الستان بتاعه نظيف جدا ومستورد. ده ستان مستورد من 100 لحد 350 يا جماعه، ستان مستورد. تمام زي ما في المصري في المستورد يعني. اكيد تمام ماشي. ما شاء الله يعني بصوا يعني حاجه كده تتكلم عن نفسها تحفه، حاجه ان احنا نتكلم عنها تحفه. بصوا عامل ازاي جميل قوي. دي عرايسي برده، كل العرايس اللي دي عامله حاجه مختلفه. لما انا بقول لك الرينج بتاع الستان كله من 100 معاكي بيبتدي من 350. تمام تمام تمام. والسايزات من اول كام لكام؟ لارج واكس لارج. لارج بس معاكي ل 85 كيلو لحد 85. 55 ل 85. تمام حلو قوي. ده الشكل بتاعها. تمام ماشي حلو. ده الظهر الثانية برضه زي ايه؟ النبيتي. تمام منها اللون النبيتي بتاعها. تمام واللون الفوشيا. واللون الفوشيا ده حلو قوي، النبيتي والفوشيا والجنزات. 120 كحلي دي ده تحفة تحفة في اللبس. بصوا الشكل الديجرادي اللي موجود في الجنب ده مخلي القميص بيضع حلو قوي. ماشي ايه تاني في البيجامه ده؟ متوفر منه برضو الوان تانيه. اه الالوان بتاعته ايه؟ اللي هو النحاسي والكشمير. والنحاسي الوانه كتير. الموف والنحاسي والكشمير، ده الموف بتاعه والنحاسي. ماشي والكحلي اهو احنا اساسا صورناه. تمام والكشمير، وده الكشمير دي كذا مره تطلع ترن. بصوا تحفه جدا. ماشي الشورت دانتيل من الستان. الشورت من جوه ستان. شورت يعني دانتيل. شايفين الدانتيل بتاعته ازاي؟ والبطانه بتاعته من جوه ستان متبطن اصلا. ده الشورت بيلبس لحد 75 تقريبا. تمام بصوا الدانتيل بتاعه من تحت حلو قوي. هي بقى هتوريكم من ورا عامل ازاي. شايفين؟ شايفين الدانتيل من هنا ومفتوح في النص، وهنا من قدام ساده يعني قمه الكياته. هادي قوي بصوا قمه الكياته يعني. شايفين شايفين الطقم عامل ازاي؟ شكله حلو قوي. الوانها برده كتير. تمام في الجنزاري وفي النبيتي والكشمير. ده الجنزاري والنبيتي والكشمير. دي الالوان بتاعته يا جماعه، الجنزاري الجنزاري والنبيتي والكشمير. في بيجامه كده قمر، دي عرايسي قوي يعني. عرايسي جدا يعني، ممكن ما تلبسيش ابيض بس تجيبي حاجه زي كده. شايفين؟ يعني حاجه زي كده شكلها هتبقى حلوه عليكي قوي. اتفضلي دي عشان خاطر يعني وانت نايمه تحطيها على عينك، دي حلوه قوي مبطنه وباستك عشان ما يعني ما تضايقكيش، وحاجه حلوه قوي. بصوا بقى بصوا الكياته. شايفين البيجامه حلوه ازاي؟ عايزه اقول لكم قمه في الجمال يعني. شايفين؟ اه جدا. بصوا بقى بتحب الحاجه هاديه عرايسي. دي بيجامه العرايس اللي هي المقلمه الستان اللي هي الروز يا جماعه، المقلمه دي مطلوبه. وعايزه اقول لكم فعلا احنا عايزين نوريها لكم لاني عليها سحب جامد يعني، الناس بتيجي تسال عليها فعلا، عليها سحب من كل العرايس ما شاء الله. استاذه هلا هتوريها لنا اهي. حاجه زي كده ايوه بيجامه الستان اللي
اللي هي الناعمه، ستان الناعم المستورد، ناعم مش خشن، ناعم مش خشن، الناعم اللي مش بيحرك. تمام اهي يا جماعه بصوا، وايه على الروب بتاعها او الجاكيت بتاعها اللي من فوق اهو، تحفه تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. روب زي كده جنزاري، شكله حلو جدا، ده شكله على الموديل، بس احنا نشوف دلوقتي شكله على الطبيعه. اتفضل يا جماعة، العرايس ما تطولش العروض دي. بصوا في حاجة زي كده اهو على ستان على الطبيعة، وده الروب بتاعه تحفة تحفة، والستان ناعم جدا، عايزة اقول لكم لو ناعم قوي، وحتى الدانتيل بتاعته ناعمة جدا. في حاجة بقى زي كده تايجر، هنشوفها مع بعض سريعا. هم عندهم كتير تايجر، هم عندهم كتير اصلا تايجر، يعني اللي عايز بقى يدخل يتفرج يدخل على التليجرام بتاعهم او على البيتش وهو هيتفرج براحته. شايفين؟ شايفين؟ حاجه كده زي السلوبيت يعني، من هنا سلوبيت، وشايفين الرجل من تحت عاملاها دانتيل ناعم حلو قوي، وهي اصلا مشيتها ناعمه وحلو قوي، حاجه كده تحفه يعني. وريهم برضو الكوليكشن، انا برضو هوريهم ماشي الكوليكشن. في حاجه تايجر برضو زي كده عايزه اوريها لكم. تمام، في حاجه زي كده تايجر، وفي حاجه زي كده اللي جنبيها برضو تايجر، وفي حاجه زي كده برضو تايجر، وفي حاجه زي كده تايجر الناس اللي بتحب التايجر بقى، وفي حاجه زي كده برضو تايجر معانا. رواب العرايس برضو، روب العروسه برضو متوفر عندهم بالوانه، بكل الوانه، ده الابيض كشمير ماشي، وهتلاقوا الكشمير والبيج، دول ثلاث الوان. تمام، حلو جدا. دي برضو الساده خالص، في منه متوفر الكشمير والاسود، في الساده منه كشمير والاسود، كشمير واسود. تمام، حلو جدا ماشي. اتفرجينا بقى على ايه؟ بصوا بقى القميص بالغرو ده، القميص بالروب بتاع بيبي بلو. تمام، في منه برضو الوان كتير، الاحمر والمسترد، المسترد اهو طلع كويس جدا جدا، والاحمر بتاعها اهو، ده المسترد وده الاحمر. تمام، وريهم برضو الصوره، وريهم تمام، شكل القميص اهو من هنا، شايفين عامل ازاي؟ تحفه جدا، والروب بتاعه اهو. عليك بالطبع بعد ما تمام، بصوا بيبقى الشكل كده على الطبيعه، يبقى الروب بيتقفل كده. بصوا حاجه شياكه، كفايه الدنتيل اللي على الكم يعني. طبعا شكله جميل جدا. هنا في كوليكشن حلو قوي 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 يعني، مختلف يعني، كل مدى ما تدخلوا جوه شويه تلاقوا كوليكشن مختلف. تمام، انا وريتها تمام، اصفر. بصوا القمر بقى، بصوا الاصفريته ده شكله حلو جدا، شايفين فتحه بقى من الجنب وكده، وحاجه في منتهى الشياكه. لا حلو جدا، هتوريكم برده البيجامه الستان دي، حلوه جدا، ثلاث قطع 140 جنيه ستان، ثلاث قطع 140 جنيه ستان، ثلاث قطع. والستان برده اللي هو الناعم عشان الناس اللي بتسال. بصوا تحفة جدا جدا، شايفين شكل الدانتيل من ورا من قدام حاجة كده، وده التوب بتاعها اهو، شكلها في التوب بتاعها، واللي عايز ما يلبس التوب الاسود ده شايفين ممكن تبدلي مثلا، ممكن يلبس دوت مثلا على حاجة زي كده على الشورت، هيبقى شكلها عامل كده، والدانتيل والدانتيل التوب والدانتيل الاثنين برضه شكلهم حلو. ب 140 جنيه بس يا جماعة، الساحل الساحل. قولينا بقى، شوف الساحل، شوف الساحل على سعاد حسني، على سهرات التلفزيون. بصوا حاجه كده قمر قمر، عامله كام؟ شولدر برضو رينج، برضو العلب دي برضو بتبتدي معاكي من 160 لحد 200 220، بس تقفيل مستورد وحلو قوي، التقفيل مستورد كله. تمام، حلو جدا. بس نوريهم برضو الكوليكشن كله. هو بصوا يا جماعه الكوليكشن اهو برضو عشان تبقوا عارفين، الله اكبر، يعني في تحت وفي فوق، بصوا احنا بنجيب لكم من كل الاماكن يعني، بصوا شايفين هنا وهنا وهنا. انتوا عايزين تتفرجوا اكتر ادخلوا كمان على التليجرام بتاعهم، هتلاقوا فيه اكتر من كده بكتير. الشغل كله هيبقى معروض عليه، الشغل كله هيبقى معروض ان شاء الله برضو على التليجرام. هتيجي هتاخد مثلا فاتوره فرنج ال 2000 جنيه، هتختار هديه معاها، الهديه اللي هي عايزاها. تمام، العرايس لها اوفر كويس قوي. تمام، فاي حد هيجي لازم بس يعرفنا ان هو تبع نور عشان هياخد الخصم ويستفاد منه. هياخد خصم 20 جنيه خصم على اي قطعه في المحل، زائد كمان لو في اللانجري هياخد خصم 10% للانجري. تمام كده، نورتنا، مع السلامه.